معركة عنيفة اليوم نشهدها في منطقة الجراش وطبعا الاشتباكات لا تزال حتى هذه اللحظة. كتاب الثوار تقوم بالتقدم على قوات النظام. نحن الآن على الخطوط الأمامية، الاشتباكات لا تزال حتى هذه اللحظة. كتائب الثوار اليوم تمكنت من تحرير عدة نقاط في هذه الجبهة. نحن الآن داخل النقاط التي حررها كتائب الثوار. حقيقة نشهد هذه المشاهد التي تقوم كتائب الثوار بالانتشار على معظم الجبهات هنا. طبعا نقاط استراتيجية حررتها كتائب الثوار في هذه المنطقة. اشتباكات عنيفة لم تهدأ منذ ما يقارب الساعة من الآن. طبعا هذه المنطقة مهمة جدا، تمكنت فيها. طبعا هنا الاشتباكات لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة. محاولة قوات النظام اليوم بالتقدم باستخدام غطاء جوي الروسي الطائرات حتى هذه اللحظة في سماء الغوطة الشرقية لإيقاف تقدم كتائب الثوار في هذه المنطقة. قيس القاضي، قناة الجسر الفضائية، حتيتة الجرش، ريف دمشق.